كتير جدا لما بنيجي نبص في الجفون بتاعت الناس دي بتلاقيها ملتهبة بشكل رهيب، حتى لو هم مش حاسين بيه، بس شكل الجفن والأنسجة الطبيعية بتاعته بتكون متغيرة تماما. وهو ممكن يبقى الجفن ملتهب وانا مش حاسة؟ ممكن جدا، بس في الغالب بتكون في أعراض حتى لو الواحد بيتجاهلها، بالظبط، زي الحرقان، الأكلان، عدم الارتياح في العين، ده كله ممكن يكون من التهاب الجفن. ما أصل خلي بالك في الآخر هي بلاستيكة بتحك في الجفن من جوه، يعني هي العدسة وهي قاعدة في العين على اتصال مباشر أو على دايركت كونتاكت مع الجفن من جوه، فقاعدة بتحك فيه طول الوقت، ده لازم هيسبب التهاب. مهما كانت العدسة دي من خامة كويسة، ومهما كانت من مكان موثوق فيه، ومهما كانت هو شيء ميكانيكال أو يعني حاجة سطح في سطح، وسطح غريب عن العين، فطبعا بيسبب مشاكل. طيب أنا عايز أعرف بقى الأضرار اللي بتعملها العدسات اللاصقة على قرنية العين. طيب خلينا نقول إن الرعب بتاعنا مع العدسة هي القرحة بتاعت العين، وده سيناريو معروف جدا جدا جدا. واحدة حطت العدسة في فرح، سابت الفرح وجات المستشفى، قرحة في عينيها الاتنين. ايه أعراض القرحة دي؟ طبعا ألم رهيب في العين، مش مستحملة الضوء، دموع مستمرة، طبعا الرؤية متأثرة، زغللة جامدة. يكون حظها كويس لو مفيش ميكروب في القرحة وبتستجيب للأدوية وما بتسيبش أثر في العين. لا قدر الله لو في أنواع معينة من الميكروبات موجودة في القرحة دي، ممكن تسبب عتامة في القرنية كلها وفقدان البصر في العين دي. هي كل ده عشان حطت عدسة؟ عشان حطت عدسة. طب هي عشان هي حطت عدسة بشكل خاطئ، ولا لأنه عينيها مش مؤهلة لده؟ لا، في الغالب علشان نوصل للمرحلة دي بيكون في إهمال. بالظبط. يعني يا إما جابت العدسة مش من أول مرة يعني. يعني بصي هي ملهاش رول، تمام، هي كلها ماشيه بستر ربنا، بالظبط، تمام، فعلشان كده بنقول ان هي لازم تكون في اضيق الحدود علشان فيها نسبه مخاطره عاليه جدا جدا جدا، تمام. انما ان واحده تجيب عدسه من كوافير مثلا او من مكان مش معروف، مأساة، ده انتحار. ده حقيقي، تمام. دي واحده مستغنيه عن عينيها. ان واحده بتستخدم عدسه لاصقه وما بتهتمش بنظافتها وتغيير المحلول بتاعها باستمرار، او اتباع التعليمات كلها اللي الدكتور بتاعها بيقول لها عليها، ده غلط. يحصل ايه لو نامت بالعدسه؟ التهابات شديده جدا جدا جدا. لكن ممكن العدسه نفسها، يعني انا ساعات كنت بشوف مع الناس عدسات بتنشف بتبقى عامله زي قشر السمكه كده، طبعا ده دي من ممكن تحصل جوه العين. صعب صعب، بس يعني سوء العناية بالعدسة ممكن يورينا حاجات كتيرة قوي. برضو من الحاجات الخطيرة اللي لازم اللي بيستخدم العدسة ياخد باله منها، ان هو لو صحي في اي يوم عينه مش مرتاحة ما يحطش العدسة، ما يكبرش. يعني لو حاسس بحرقان، لو حاسس بأكلان في عينيه، لو حاسس شوية عماص في عينيه، ما يحطش العدسة لحد ما عينه ترتاح وترجع طبيعية، ممكن نرجع نستخدم العدسة تاني. جميل. طب هتنقل مع حضرتك لجزئية تانية، بس قبل ما تنقل خلينا كده نرجع تاني نقول للناس أو نراجع معاهم، علشان اشتري عدسة لازم يكون فيها شروط ايه؟ 1 2 3. علشان تشتري عدسة لازم يكون تحت إشراف الطبيب. بس هو اللي يكتب لي نوعها، هو اللي يكتب لك كل حاجة مناسبة ليكي، تستخدميها قد ايه، النوع المناسب، المقاس طبعا. وزي ما قلت لحضرتك يا ريت نقلل استخدام العدسات الطبية الملونة اللي من غير سبب إلى أقل 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 الحدود. كان معانا حلقة من حلقات حكاوي طبية كنا بنتكلم على مرضى السكر، وإنه قد إيه بيتأثروا جدا، خاصة العين بتتأثر بمرض السكر بشكل مبالغ فيه.